في برضو ميجر للسي تي برضو او فيجر اوف ميريت برضو بنسميه يونيفورمتي، ده بيديتكت الهوموجينيتي بتاعت الصوره. يعني ايه هوموجينيتي بتاعت الصوره؟ يعني لو انا دلوقتي باخد فرضا بصور حاجه كلها فلات، يعني بصور مثلا فانتوم عباره عن ميه بس، اوكي، هل الفانتوم بتاع الميه ده الصوره بتاعتي جواه بتبقى كلها نفس السي تي نمبر ولا ممكن يبقى فيه اختلافات؟ اوكي، فاللي بيحصل ان احنا بنحط فعلا يونيفورم ستاندرد ووتر فانتوم ونقيس بعد كده جراي ليفلز او سي تي نمبرز اللي موجوده جوه الفانتوم دوت، ومنها ناخد الماكسيمم بتاع السكيل اللي موجود عندي اللي انا قيسته جوه الفانتوم ده، والمينيمم على الماكسيمم بلس المينيمم، وده يديني بيسكلي حاجه اسمها هيتروجينيتي، دي عكس اليونيفورمتي. اوكي، يعني كل ما كان عندي ده اكبر كل ما كان معناه ان الصوره بتاعتي ما هياش كويسه، يعني معناه ان انا ممكن الصوره بتاعتي يبقى فيها فاريشنز اكروس الصوره ما هياش جايه من الاوبجكت اللي انا بصوره، يبقى جايه من المكنه نفسها. اوكي، فدي حاجه الحقيقه مش كويسه. اوكي، فدي طبعا حاجه المفروض ان ايديالي تبقى بتساوي صفر، المفروض الهيتروجينيتي تبقى بتساوي صفر، يعني معنى كده اليونيفورمتي انفينيتي، بس اكشوالي عمرها ما بتبقى كده. اوكي، فدي حاجه مهمه الحقيقه عشان نقدر بيها ان احنا نقيم الايه الكواليتي بتاعت الصوره اللي هي طالعه لنا. بناخد الفيجر اوف ميريت دوت برضو بنقارنه بين المكن المختلف وبعضيه، ونقدر بيه نعرف اذا كان في مشكله في او في مكنه احسن من مكنه ولا لا.